الحياة. انت لسه بتدربي لغاية دلوقتي يا رغدة؟ انا عايزة اهرب يا رانيا، انا محتاجة اهرب. المهم انت مالكيش دعوة بالحاجات دي، طمنيني دكتور نجاتي بتاعك شاف اسماعيل ولا لسه؟ دكتور عجاتي مش نجاتي، اه شاف اسماعيل وقال لي عليه ان هو بني ادم حقيقي وشفاف. ايه ده؟ انت شكلك وقعتي على فكرة يا رانيا. بصي يا رغدة، انا بفكر فيه كتير قوي بصراحة، مش هنكر ان انا حاسة ان انا بجد معجبة بيه، علشان هو بني ادم ظريف ولطيف وشهم ومسؤول، بس انا مش عايزة التجربة دي تاني. طب ماشي حبيبتي براحتك، ما تعديهاش، بس احنا شكلنا واحنا في العين السخنة هنقعد نهري كتير قوي في الموضوع ده. ايوه هنقعد نحكي مع بعض طول الوقت. انا قلت للانتاج ياخد لك الاوضه اللي جنبي، وفكرت كمان ان انا وانتي ممكن ناخد سويت كبير بدل ما كل واحده فينا تبقى في اوضه، ايه رايك؟ كان نفسي حبيبتي والله كان نفسي، بس انا عاده لما بسافر العين السخنه في اوتيل معين بحب انزل فيه، ليا ذكريات مؤلمه، فبحب اقعد في الشباك كده واجلد ذاتي. انت مش واخدي من الشارع عشان تشك فيها، عمال على بطال اختيش يا اخي التصرفات دي. ولا مروه انا مش هقعد لك فيها. مش طايقه، مش طايقه ريحتك يا اخي حقيقي. شفتي يا رغده؟ مش هو وعدني قدامك انه هيبطل شك ويبطل تصرفات سيئه معايا؟ عارفه بيعمل ايه؟ مبهدلني. ديل الكلب ما ينعدلش ابدا. طب وليه ديل؟ ما هو كلب اساسا. اسف يا مدام رغبه، ده الموضوع مجرد زوبعة في فنجان. انت عارفه عمل ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مركب جهاز تصنت في التليفون بتاع البيت. ايه تصنت ليه؟ متجوز جاسوسه، متجوز سيرين قهروني. انت كل ما تشوفيني تزرفيني بالشنطه في صدري. انا اسف يا حضرتك، بس انا ما كانش قصدي اتسلط عليها ولا حاجه، انا كنت بتابع تحركاتها. كل ده ليه؟ عشان بحبها، بغير عليها حتى من البلتكنات بتاع الشبابيك. ليه يا حبيبي بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ انت عيناتك شبه من السيفون البلدي اللي متعلقه في السقف، فاكره؟ ايوه ابو سلسله في السقف. كل ده مش فارق، الراجل مش بشكله، الراجل باحساسه. تعبه نفسك في بتنصحي؟ ده اكس باير. تاتا بالله العظيم، انا مسافره عند اهلي في المنصوره وهجيبهم هما اللي يتفاهموا معاك. لا كله الا كده، انا سكتت لك كتير، ما عنديش الكلام ده ولا ستات تسافر بالليل. تعالي هنا، خدي تعالي هنا. اوعى شيل ايدك، وانا حلفت يمين ثلاثه اني مسافره، يعني مسافره عشان حلفانك ما يقعش في الارض. انا عندي حل كويس مدام رغبه. رغبه يا حيوان. انا اسف يا مدام رغبه، ممكن النهارده تاخديها ببيتها في حضنك؟ انت متاكد؟ في حضنك. مش هتضلي قاعدة على السرير كده؟ مش هتنامي؟ لا نامي بالسلامة انتي حبيبتي، انا هنام على الكنبة بره. اقسم بالله لا لم شنطتي دلوقتي واطلع على بلدي منصورة، ولا احس ابدا انها ضايقتك في بيتك. لا يا حبيبتي اقسم بالله لا امشي. هفهمك. اقسم بالله ما انا عدالك فيها. ايه اقسم بالله كتيرة دي؟ انتي فاكرة نفسك في محكمة الاسرة ولا ايه؟ الموضوع بس ان انا بشخر وانا نايمه، فخايفه ازعجك. يعني تيجي ايه جنب حمار الحصاوي اللي انا متجوزاه اللي بيشخر حتى هو صاحي؟ انت شايفه كده؟ اه ماشي اتفضلي ورحرحي. هتنامي كده؟ كده ازاي يعني؟ مش هتقلعي؟ انا لو قلعت هنزعل كلنا على فكره. في حد في الدنيا ينام ببشكير الحمام؟ ايه ده، انا ما قلتلكيش؟ ايه مش انا احتمال اخد دش وانا نايمه؟ فقلت امن نفسي. ضحكتيني ضحكتيني يا مضروبة وأنا مقهورة. في إيه؟ في إيه يا وليا؟ رغدة. أنا حاسة إن أنا رخصت أوي. رخصتي أوي؟ بقيتي بكام يعني؟ مش قصدي، أنا قصدي إن معاملة جوزي ليا قدام الناس مرخصاني قدام نفسي وقدام الناس. بيحبك يا حبيبتي، بيحبك. الحب عمره ما كان كده، ده عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها. لا فيدي عندك حق، لا ده هو معدي الدبه بكتير. انت عايشه مع وحيد قرني حياتي. شفتي يا رغده انا بتعذب قد ايه وساكته؟ بقول لك يا يسرى حبيبتي، انا اللي بتعذب على فكره. انا متعشيه قرنبيط بالبيض، يعني قرصه كمان من دول حاجه تفلت مني انطرك برا الشباك. انا حذرتك على فكره. مخمضة وخناقة وخضة، سر القوة في سوبر رغدة.
اقفلوا الكوبري خلاص يا رغدة. انا اسفه خالص يا مستر ادهم، عمال اقول لهم حد يقفل الميه، حد يقفل الماسوره الام، ما حدش عايز يسمعني، انا اسفه. حصل خير، انا بس كنت خايف على الاجهزه، على العموم الشغل كان هايل. بص يا رغدة، رغم ان احنا اتغرقنا يعني، بس والله العظيم دمك خفيف، انا متاكده ان انت بعد الاعلان ده هتمثلي. ايه اللي هتمثل؟ وانا اللي هخرج لها كمان. ليك عندي حته فيلم هبقوله لك على انفراد. لا انا مش عايزه امثل، انا مبسوطه بالاعلانات، شكرا. احنا بكره فرق شاب. ليه؟ الرجاله تعبوا قوي، احنا عندنا شغل كتير، انا كده الايام هتفرط. اسمع كلام، كانش يا اخي عشان الرجاله تعبوا، عشان عيد ميلاد رانيا. اوه هابي فالنتاين يا رانيا. ميرسي يا جريش. ايه ده معقوله؟ هو عيد ميلاد رانيا؟ كل سنه انت طيبه يا رانيا. انت طيبه يا رغده. بقول لك ايه، لازم تيجي. اجي فين؟ لا ما ينفعش. اصل انا داخل عليا برد، وانا البرد لما بيمسك صدري مش عايزه اقول لك كميه كحه على كميه بلاغم، برقد اسبوع. ولا انتوا مش عايزين تكملوا الشغل ولا ايه؟ انت هتعملي زي عيد ميلاد ملك، والله العظيم هزعل منك. من الاخر كده، لو ما جيتيش رحمه امي هاجي الاوضه واجيبك من شعرك. انت ليه عنيف كده؟ خلاص هاجي هاجي. اوه البيت خيالك المريض. اذا سيطر شخص ما على تفكيرك فهذا هو الحب، لا محاله. انت ايه اللي جابك هنا؟ ملك قالت لي. يعني انت جاي هنا عشاني؟ ما كانش ينفع ما اجيش عيد ميلاد. كل سنه وانت طيب. انت كمان عرفت يوم عيد ميلادي؟ تحب اقول لك اتولدت يوم 20/4، الساعه كام بالظبط؟ لا دي صعبه عليك شويه. اصلا انا اتولدت يوم 20/4 الساعه 12 الا 5. لو كنت اتاخرت 5 دقايق بس كان زماني دلوقتي برج الثور مش برج الحمل. طب احمدي ربنا، ده بتوع برج الثور دول صعبين قوي. انا عارف الحمل صعبين ولا لا. بص بقى، انا مش هفتح الهديه دي، بس هاخدها منك النهارده بالليل في عيد ميلادي، لازم تيجي. ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش؟ لا ازاي طبعا لازم.